إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر المؤثر بكل صدق. محمد الشاب اللي لقاوه يعني ميت على مستوى يعني الناظور، واللي كان خرج الأب ديالو بطبيعة الحال كان خرج بتصريح وقال بأن محمد كان كيشتغل في البلغاء وكان دا البلغاء، فتواصلت بين العائلة ديالو الأم مسكينة كتشوفوا الدموع في عينيها مازال لحدود الساعة ما مرات لهاش يعني الحرقه ديال الابن ديالها والجده ديالو بطبيعه الحال اللي الان معنا، فهما طلبوا حق الرد. قال لك بطبيعه الحال هو الاب بيه ولكن حنا في علاقه ديال الطلاق منذ يعني شحال هادي هما مطلقين، والام بغات تحكي تفاصيل ما وقع اكيد شنو وقع للابن ديالها، كيفاش توفى، كيفاش لقاوه في الناظور، كيفاش ساقط الاخبار، فتفاصيل جد مؤثره يحكون يعني بطبيعه الحال. حنا كنقدموا لك العزاء، الله يصبرك الله يصبرك لالا، والكبده راه ماشي سهله يعني كتشوفوا مسكينه البكاء ديالها والانهيار ديالها اكيد يعني ماشي بزاف. شحال دابا تشوفها لالا؟ شحال دابا هذه الوقت تقريبا؟ نهار شي اسبوع تقريبا دابا هذه اسبوع تقريبا شي 11 يوم تقريبا، واخا هضر الاب وصرح تصريحات اللي حسبكم بطبيعة الحال كتقولوا بان كانت هناك بعض التصريحات المغلوطة كانه كان كيشتغل في البلغاء، قلتي بان لم يكن يشتغل في البلغاء. واخا لالا غنعطيوك تهضري لنا من الاول ثاني، شنو الظروف ديال الوفاة ديال الابن ديالك، واش عندكم شي شكوك؟ فمن حقك لان انت الام بطبيعة الحال وحق من حقك باش تهضري على ولدك بحرقة. تفضلي لالا قربي عندك الميكروفون فيها. السلام عليكم مشاهدين، انا كنطالب حق ولدي اللي رزوني فيه، انا كنطالب حق ولدي اللي رزوني فيه وقطعوا لي الكبده ديالي وانا عندي غير واحد ورزوني فيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رزاني في ولدي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي بين لي حقي في اللي رزاني في ولدي يا ربي يا الحبيبي يا ربي. عمره ما تشغل في البلغه ولا في شي حاجه، البلغه عمره ما خدمها مسكين راه في دار الحق، عمرو ما خدم البلغه وعمرو ما باع فيها، لان با خرج بداك التصريح وانا كنت مريضه مسال عليا ما كنقد لا نهضر ولا والو، وزاد كمل عليا بداك الكذب اللي كان كيكذب، ما خدم في البلغه ما باع في البلغه، خرجت به محوله من عنده، ولدت في دار مهراز وكل شيء عندي الوثائق وكل شيء عندي وسميتو ديال هذا وكبرته وقريته وطحته ونط وصيفته للجنيد، ولا ضرب عام تما يا متجنيد وخرج من تما وانا كنكافح مع ولدي. صافي غير هو لا بلا ما تبيني الوثائق، الشريفه راه عندها الوثائق، ها هما كلشي عندي، كلشي عندي كلشي عندي، ولا الحاله المدنيه ما بغاش يدخلوا فيها، قال لي امي عسى امشي ندير لك قطع الدار ديالو كما الله يدخلني في الحاله المدنيه. قلت له وليدي ديرو هنايا، قال لك لا امي باش يدخلني في الحاله المدنيه وما دخلوش فيها، ودابا كيخرج على الكذب ويقول لك يا ودي كيبيع في البلغه، وكان كيبيع ويعطيني ويخدم في البلغه، هادشي كله ما كاينش منه. واخا الحاجه فوقاش وقع الطلاق بينك وبين الاب ديالو بطبيعه الحال اللي تحدث فوقاش؟ ها هو كلشي يا خيي في سميتو، ها هو الوراق ديال الطلاق وديال كلشي. حدث لينا الاب بان العلاقه ديالو مع المرحوم كانت علاقه مزيانه، واش كانت علاقه مزيانه بين الاب والام؟ لا ما كانش كيمشي عنده يا خيي، ما كانش كيمشي عنده، ما كانش كيمشي عنده، لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رزاني في ولدي، حسبي الله ونعم الوكيل. دابا كنطالب حقي، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس، عاش الحكومة بينوا لي حق ديال وليدي، هذاك ما عندي غير واحد ورزاوني فيه، لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في ذاك الانسان وفي اللي لاقاني به، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. واخا الحاجة واش عندكم شي شكوك في شي واحد؟ واخا احكي لنا دابا الأم كنعرفوا العلاقة ديال الأم. ما عندي. آخر مرة تلاقيتي ولدك واش عندكم شي شكوك في شي واحد؟ لا خيي اليوم الدنيا وأدى الأخيرة ما عندي شي شكوك حتى في شي واحد. نعم. وراني غنموت ونعمر بلاد الخلا. نعم. الله اللي عالم. شنو يدير في الناظور؟ أنت ربما غيكون حكى لك تفاصيل. طلع عند طلع عند طلع الله يا ودي طلع عندي، قال لي أمي أعطيني لاكارت ديالي، قلت له علاش يا وليدي؟ قال لي غنمشي نخدم على راسي يا أمي أنت. قلت له لا وليدي انت عندي غير انت
وغتمشي وقع لك شي حاجه ولا هذا، وانا كنخاف عليك. قال لي امي ما راكي عارفاني، ما كنخبش ما كندبش. هي هذه، قلت له لا وليدي خدم غير هنايا وقضي الغرض فاش ما كان. هي هذيك كيحني على ركابيه وبقى كيبوس لي في رجلي، يبوس 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 ولا عنقني وبقى كيبوس فيا. قال لي نوضي امي شدي مورايا الباب. هو تشديتها مورا بقيت كنراعي كنراعي تمشى لي تمشى هكا درك قبالة القهوة من تما ما شتو. حتى الليلة اللي عيطوا لي قالوا له هما جايبينو ميت. شحال ديال الوقت باش غاب عليك؟ ها؟ شحال الوقت غاب عليك وعرفتي من بعد بأنه عيد معايا العيد الكبير. نعم. عيد معايا من تما ما شتوش. يعني ماشي بزاف. ماشي بزاف. ماشي هذا العيد، هذا الاخر. يعني عام وزياده باش. داكشي اللي كان قال حتى الاب ديالو قال بانه عام وربع شهور. نعم. ربي معاك لاله، حاولي ترتاح هنا رجع لعندك، حاولي ترتاح بعدا. لان مسكينه الام راه في حاله كارثيه للاسف. بارطاجيو يوصل الصوت ديال هذه الاسره لان ظروف غامضه اللي توفى بها فيها محمد اكد على مستوى الناظر. الام اللي حدود الساعه ما عرفاش باش تشوفها، واخا غنحاولوا نسولها كنشوفوا البكاء ديالها بطريقه هستيريه. واكيد حنا جينا باش نوصلوا الصوت ديال هاد الام وديال الجده وديال الخال كذلك اللي غناخذوه في التصريح. واخا الحاجه، واش عرفتي دابا الان باش توفى ولدك ولا مازال حدود الساعه ما عرفاش باش توفى؟ لا ما عرفاش اخي. اليوم الدنيا وغدا الاخيره. سمعتو كيقول كداش يقتلوه في القهوه وهذا، الله اللي عالم. انا ما شفت شيء في المحطه، هي هذيك. انا ما شفت شيء. نعم. والله اللي كيعلم اخي، انا ما شفت شيء. اليوم الدنيا وغدا الاخيره. كيفاش تختي الخبر انت؟ شكون اللي قالها لك؟ عيطوا لي الليله ثلاثه انا في العروبيه، عيا الله وصلت هما عيطوا لي. نعم شكون اللي عيط لك؟ عيط لي سميتو راجل اختي، عيط لاختي. نعم قال لها ولد ربيعه راهم جايبينه ميت. نعم صليت الفجر هي هذيك، جيت لقيته جابوه. نعم خالي لا ما بغيناش نفكروك ربما في الحاجه اللي غتحزني عليها، ولكن كيفاش كانت العلاقه ديال محمد معك كشاب؟ ولدي. نعم. ولدي كان عندي فيه العمر وعنده فيه بوحبل، هذاك راه وليدي هذاك ورزوني فيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رزاني في ولدي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربي معك لاله، خليك ترتاح شويه لاله، عندك ساعات مسكينه. فلا حول ولا قوه الا بالله، وعمان على عاتقكم المغاربه باش نوصلوا الصوت ديال هذه الاسره. طبيعه الحال يعرفوا الحقيقه، راه ما غنبقاش نسمعوا غير الجرائم غير هكاك. وكيفاش وقع لولدها توفى عباد الله؟ وراه كاينه خبره في البلاد، راه كاين الحمد لله مؤسسات ديالنا اللي كنعتزوا بهم كنفتخروا بهم. راه خاص هذا الشيء ما يبقاش، راه خاص لربما الكشف على الحقيقه. واش كاين شي رابور؟ واش كاين شي كيفاش دار توفى محمد؟ هنا اسئله تطرح. اكيد عندنا الحمد لله مؤسسات اللي كنعتزوا بهم وكنفتخروا بهم. بارطاجيو هذا اللايف توصل للجهات المسؤوله على مستوى الناظور. لا نبخس مجهودات السلطات الامنيه هناك، دايرين اللي عليهم، ولكن خاص لربما نكشفوا في اقرب وقت، لان دابا ولدها توفى اياه الموت ديال الله عز وجل. واش مات مقتول؟ هذا سؤال كيتطرح. الشريفه الحاجه باغا تعرف باش توفى الابن ديالها، فمن حقها تعرف، لان الحمد لله عندنا مؤسسات اللي قادرين يكشفوا على ظروف وملابسات. كاين تحقيقات اللي كدار، كاين الطب الشرعي، كاين مجموعه من الامور. لحدود الساعات الام ما عارفاش باش، واش عارفه لا باش تشوفها ولدك؟ ها؟ لحد الساعه ما عارفاش باش. لا ما عارفاش اخويا. شنو كيقولوا لك الناس؟ يعني شنو كتسمعي؟ واش بغى يحرق؟ واش ضربوا شي واحد قتلوه؟ شنو هذا الشيء اللي سمعت؟ انا سمعت من باه هذا الشيء اللي كان. نعم. قال لك مضروب راسو، انا ما شفتوش. نعم. باه كان خصو يصوني عليا ونمشي انا وواحد من خوتي ونشوف ولدي. نعم. هو ما لا ما شفتوش. انت شفت الصندوق؟ ما شفتوش، ما عرفتو لا ولدي ولا ماشي ولدي، لعلم الله. هذا الشيء اللي بقى فيك الحاله ربما. هذا الشيء اللي كاين، هو كان عيط لي وقال لي هاني طالع وهما وقع وهما وقع. كعيط لخويا ومشيت انا وخويا وشدت ولدي. نعم. ولدي انا غنعرفو. يلا شفته في الصندوق. نعم. مش والو. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش الملك. ربي معك. عاش الملك. ربي معك. اكيد متابعينا هي في حاله هستيريه، في حاله ديال الصدمه، في حاله ديال الالم. الله يصبرها، الله يصبرها، الله يصبرها. ماشي سهل باش تفقد الفلاده ديال الكبد ديالك. شحال وانت تربي وشحال وانت تكبر وتشقى وفي التالي تفقدوا بهذه الطريقه، ما عرفتش المصير ديالو، شكون اللي قتلو، كيف وقع الحدث. فهنا لربما هادشي اللي بقى فيها مسكينه هذه الام،
واللي كتبقى الام ديالنا كاملين. وحنا بطبيعه الحال غنوصلوا الصوت ديال هذه الاسره وغنكشفوا المستور وغنبقاو متبعين معاهم. غنشوفوا كذلك الجده، وكنعرفوا الجده في العلاقه ديالها مع الشهيد اللي المرحوم كيفاش كان. يعني اكيد الجدات ديالنا كاملين كيكونوا بطبيعه الحال كيكونوا يعني المحبه ديالهم كيكون محبه كبيره بطبيعه الحال. الحاجه السلام عليكم اسيدي. ووليدي هذاك راه كان ولدي الحبيب، راه ملي ولداتو وخلاتو عندي وبقى شي عشر خربي وهي هي قاعده، ملي سهل عليها ربي فواحد الراجل مشات تزوجت ردات. قلت لها بنيتي راه بحالك بحالي، خليه معايا ما عندك لاش. الراجل ما بغاش يرفد لهذاك الولد، قلت له خليه معايا وليدتي. وباه كان جدو كان بدرعه وكان طيب راجل، قال له خلي قعد معايا وليدي وكبر وقرات، وهي كتسبق معاه وهي كانت باقا جا ديك الساعه باقا ما تزوجت، قرات ولا عاودني ما بغاش القرايه عاودني ولات دفعات ولا هذيك دفعات للصنعة ديال المنكاسه. نعم الصباط، هي الصباط المنكاسه كيقولوا لها من تما ليه، وهي كيتعلم لها كيتعلم لها ويمشي لهاد الجهه يمشي لهاد الجهه وما كيخرجش من الجنانات من عندنا. وكيقول له جدو وليدي من كبر، كيقول له جدو وليدي غقعد معايا الحبيب، حنا غشرفت انا ولا لك وغنجوجك اوليدي وتخدم علينا، واللي خليتها غنخليها لك وما كان حتى شي باس. حنا ديما دايرين له هادي قعد اوليدي الحبيب، هو الهك هو الهك. وهذا الانسان هذا كيقول لك تربى عنده يخاف من الله يخاف من الله يخاف من الله يخاف الا الحبيب الا وليدي، راه غيكون الى الله معنا وغنمشيو عنده. كان كيمشي عنده ضيف ولا كيشوفه في القهوه ويجي، هذا الشيء اللي كاين كل شيء. حتى لا خطافي ولا شي حاجه كيجي يعاودها لي انا، كيعاودها لنا، ما دار لي بوها ما دار لي بوها. ما يكذبش الانسان، خدم البلغه البلغه عمرها مسكين ما جات في يدي. هذا قلت لك هالكلمه هذه وربي شاهد عليا وليدي غنمشيو للاخره ما غنقعدوش يا الحبيب. دابا انت واش عارفه ولد 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 بنتك باش تشوفها الحجه؟ دابا ملي كيسولوك الناس باش تشوفها ولد ولد بنتك باش شنو؟ والله وليدي حتى جات عندي اختو اختو مبواه جات عندي كتسول كتقول لي محمد ولد عبد الحق راه كيسكن هنايا. قلت لها الحبيبه بنيتي ما عندنا لا محمد ولا عبد الحق، لا جاو شي هاد السكان التالي ديال اللي كيكريو هو دي سول ليهم الحبيبه باب باب. هو دي مشات بحالها لا غدا والبوت غدا ولات عندي، دخلتها للدار قالت لي محمد راه قالوا لنا هذيك، راني مشيت عند البوليس وهاكيف وهاكيف، وبغيت نخرج خويا بغيت نهضر فين يعطوني الخبر عليه كان ميت ولا حي ولا. تسير يا بنيتي عطيتها التصويره من عندي التصويره ديالو عطيتها لها، قلت لها سيري يا بنيتي الله يبين عليها بنيتي هك ولا هك. طلبوا سيدي ربي وهذيك، ونبدا كنبكي تما عروستي وانايا وهي كتبكي معانا. ضربت ومشات، قلت انا ما قلتيليش ما حكيتيليش، قلتي لي محمد اللي عافيوني هو اللي ربيته هنايا وانت يا ربيتيه، ما قالتليش شيء. ضربت ومشات الحبيب بحالها. هذه فسقنا الخبر حنا محمد بين الى مات ولا دابا كتقولها هي، قالت لك انا غنطلعو ميت ولا حي ولا هادشي غنطلعو انايا عند البوليس. ضربتها الحبيب وخرجت. هذه هي الكلمه وليدي الحبيب. محمد مسكين المرحوم واش كان مرضي مع جداتو مع الام ديالو؟ مرضي مع كل شيء وليدي وعندي كثر. كتخطاه باش يمشي يقعد في القهوه، كان يجي عندي كنعطيها له ديما سلفي لي لا على ما نخدم لازم نعطيها له، يمشي لهكا يعاود يولي يجي لعندي لعند بواه لعند ولدي قاعد معاه شي عامين ولا هو بطاه البيت هذا مسكنه وقاعد تما كيهود له الماكله يهود له الشرب، ومن كيخدم عاودني كيرد لنا كل شيء اللي عطيناه في سلف كيقول لك هكا لالا هكا هكا. انا كنحلف وكيحلف ما كاينش وليدي هادشي فيه الكذب، وربي شاهدها علينا وغنمشيو. حتى حنا ما عرفنا في غنموتوا باش غنموتوا في غنتندفنوا. واخا الحاجه باش كطالبوا دابا انتم كاسره ما عارفينش الحق ديال ولدكم شكون اللي قتلو؟ ما عارفينش يا الحبيب ما عارفينش يا وليدي. شنو طالبوا لالا؟ شنو طالبوا؟ وليدي المجرمه وليدي حصلوا الله اللي مجرمه وليدي مجرمه وليدي حصلوا سيدي ربي ما كاينش ما اكثر من الله الحبيب. واخا الحاجه مشي عندك مشي عند الام كذلك الله يكثر خيركم. المغاربه المغاربه ديروا راسكم نتوما، هذه الاسره ديالكم هذه كنشوف فيها انا جداتي كنشوف فيها جداتي وهذه كنشوف فيها الام ديالي. ربي اللي شاهد كندير هذا اللايف وانا داير علاش لربما المحبه ديالكم لينا والتغطيات اللي كنقوموا بها كتجي من نابعه من القلب. علاش؟ لان انا ربما ملي كنشد واحد الحاله وكنصور معاه كنديرها الاسره ديالي، كندير هذه الحاله هذه بحال الاسره ديالي، كندير هذه راه الام ديالي كتدافع على ولدها اللي ما عرفاش المصير ديالو. فالله يكثر خيركم ملي تشوفوا شي حالات بحال هكا بارطاجيو اللايف توصل الرساله ديالهم للجهات المسؤوله باش نكشفوا على تفاصيل ما وقع. هي باغا تعرف المجرم، لكن شي واحد قتلو خصو يبان. راه عندنا الحمد لله مؤسسات اللي قادرين يكشفوا على التفاصيل. فنتمنى الصديقه المغاربه تفاعلوا مع هذا اللايف. حاجه نداء للمغاربه اللي كيتابعوا
والجهات المسؤولة شنو تقولي لهم؟ جزاهم الله خيرا وعاش محمد السادس، عاش محمد السادس، عاش الحكومة. وقفوا معي الله يوقف معكم دنيا وآخرة، وبينوا لي على المجرم اللي قطع لي الكبدة ديالي وداها، بينوا لي على المجرم اللي قطع لي الكبدة ديالي وداها. عاش محمد السادس، عاش الحموشي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، بينوا لي حق ولدي. عاش، الله يعاونكم، الله يعطيكم ستر الدنيا وستر الاخره، الى ما قلبوا لي في المجرم اللي رزاني في الكبده ديالي وقطعها لي وداها. هذاك ما عندي غير وليد، انا فقدت ولدي صوب حديتي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي رزاني في ولدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس كتبات ناس وانا كنبات كندور. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله معاك الحاج، الله معاك. الله كتقطع في القلب والله القسم، الى زعما مشاعر جياش. نتمنى خاصتك باش لنا توصل الجهات المسؤوله باش يساعدوا الاسره في ايصال الصوت ديالهم. غنشوفوا الان كذلك خال المرحوم محمد بطبيعه الحال، غنشوفوا الخال ديال المرحوم. شريف السلام عليكم، اجي معايا لهنا. تحياتي لك سيدي سي فؤاد، تحياتي. انت الاخ ديال الشريفه اللي في حدث ديالها. هيا خويا، خا خويا العزيز، مشاعر ديال الحزن ديال الاسى وديال الالام الان كنشوفوها، شنو النداء اللي توجه من خلال القناه ديال شو؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لله ما اعطى ولله ما اخذ. وهذا المفقود يعني كانه سي محمد، سي محمد بالعفيون، يعني كان واحد الاسم عندي مشخص داخل العائله، كاين واحد الكلمه كتخرج من فمه كيقول لي حبيبي، كانه تربى في وسطنا وتربى في وسط عائله ديالنا وفي وسط الاب الله يرحمه، واحد منا وواحد الانسان يعني كان شويه عنده معاه شويه ديال داك الشغف في الطفوله ديالو شويه وكذا، وتبعنا معاه على حسب البليات، وخا كان كيطيح في الفخ كنخرجوه شويه في شي مسائل بسيطه تافهه، راك عارف كيما كيكون الشباب بحكم الام مثلا. هادشي مؤخرا الام كانت مثلا في جهه والاب مثلا مزوج في جهه، وهو مع الوالد ديالي الله يرحمه مع الوالده، وحنا كنجمعوا كاملين، وكان واحد منا بحكم عندي هنا شي تصاور يعني ديال الطفوله، كان توقف يا زمن وعود بيا الى الوراء. لا 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 كله، لا ما كاينش الاب هنا. هذه التصويره ديالو ديال الطفوله، هذه ديال الشباب، هذه مع العائله، هذه مع العائله ديالي، مع خويا وخويا كذلك، ومع رجل اختي ها هو هنا. هذه هنا، هذه هنا التصويره كانت عندنا مع لافامي. هذه كذلك عندنا لاكارت ناسيونال ديالو ديال البطاقه الوطنيه خلاص، وعندنا كذلك الدليل يعني القوي كما كنقولوا، وهو يعني يعني الورق ديالو ديال الاثبات ديال الجنيد الاجباري. مؤخرا كان عنده شويه ديال الشغب، وسبقنا عليه من هذه الجهه هذه، وضرب تقريبا فيها واحد السنه ونصف في الجنيد الاجباري، وجا واحد الانسان خور مبدل في الصفات ديالو، ولا في الطيبوبه ولا في المحامله، كاين اللي لقاه كيدور معاه بداك البركه اللي دوز له الجنيد. المهم مؤخرا سكن معايا شويه في واحد المده ديال ثلاثه السنوات، من بعد معايا والوالدين شويه وكذا. هو بحكم كشبابي كانت عندي الدويره خاويه في باب الخوخه شويه، كان سكنوا هنا، كنت في واندو، كنهبط له داك البركه اللي كتب له كاملين، عايش يعني في قريب ليه شويه، كنقرب له داك شنو هو الفرضيات ديالو، شنو هو ربما راه كتعرف الانسان ملي كيكون بوحدو احيانا نوع البليه نوع كذا، يعني بحكم يعني كانت بليه زايده مثلا تدخين، كيفاش كيدخن كل شيء، ولا عنده شويه السفر كيبغي يسافر شويه. احبيبي كنقول له انا خليك غير هنا، انت كتخدم داك الصناعه ديال المكاسه، وهاد الصناعه الحمد لله يعني فيها الستره، وتقدر تسترك هنا وقريب للعائله، قريب مثلا الباك سيدك الله يرحمه، قريب لالك. المهم بعد ما توفى بوه سيدو هذه عامين ونص تقريبا، كان توا معايا وكان كيسافر شويه، ضرب مؤخرا شويه، كانت عنده اخر طلعه للناظور. هذيك الطلعه ديال الناظور ما حكالكش ربما التفاصيل ديال ديك الطلعه للناظور، شنو طلع يدير في الناظور؟ الطلعه ديال الناظور بحكم انا ليه كيقريب، وبحكم الكلمه ديال حبيبي وداك الثقه اللي عنده فيا مثلا، كان هذا كان كيقول لي يعني على اساس كيطلع اما يقلب على عمل تما من بعض الاصدقاء اللي كانوا معاه، ما عرفتش صراحه شكون، ولا مثلا كانت عنده فكره ديال يقدر يحرق يخرج على برا. وطلع ولا جا؟ طلع على ديك الحريق. نعم ذكرتي لي الحريق، واش ما يعني في لقاوه بالضبط منين توفى محمد؟ لا لا، هو يكون مشى يحرق لان كيبقى غير افتراض،
لا ولكن لا، هو عند ما وقعت الواقعه في السنه الماضيه كما كنقولوا، فاش هذه عام وربع شهور، انا كنت وصل الخبر بحكم جنانات، هو كانوا في جنانات كيعطوا له جنانات، لا بدا الاصدقاء ديالو غيسوقوا عليه الخبر، ولا منهم اختي تما كيوصلوا لها الخبر لوليداتها، ان وليداتها خاطيهم، قالوا لها شي حاجه تنقنقات في الناظور وكذا. سقت الخبر، انا كنت تواصلت مع واحد الرجل من رجال الامن تما، كانوا عطاوني النيميرو ديالو، والله ما عقلت شكون. ومن بعد جا واحد الصديق ديالي، صديق عزيز من بنين صار، وهو قضى واحد نص نهار طويل كله على ودي، قلت لهم السيد راه ما هز معاه وثيقه، حاولوا تقلبوا تما، وداروا بحث وقلبوا في بعض المستشفيات، في بعض الكوميساريات كذا، صراحه ما خرجوش بنتيجه. وقلنا شنو حنا، بقات لنا ذاك الفكره، قلنا على الاقل غادي يكون خرج يعني لبرا ولا شي حاجه. وواحد الحاجه كانت عنده المره ديال التليفون ديالي كانت مؤرخه في راسه، راه اما يطيح في الفخ ولا في شي حاجه ولا هذاك كيعيط لي. بقيت منتظرين ذاك القضيه يعني غيعيط اليوم غدا. مؤخرا تفاجأنا في هذا الاسبوع اللي فات، قبل تقريبا من 20 يوم كان دارت الهضره شي شويه وسقنا الخبر، ولكن في هذا الاسبوع من اللي فات تاكدوا في الموضوع الاب ديالو صراحه، وكما قالت المهمه تواصلوا معها شويه، عطاوها شويه ديال التصاور باش ساعدوها. طلع بحث عليه تما في شمن المستشفى، صراحه ما عرفناش بالضبط، وجاب ولده بحكم يعني الاب يعني واخا منفصل على الاخت ديالي، يعني هو كيعيش في جهه واحده اخرى مع الزوجه، الله يسخر له وليدات اخرين، وهي عاوتاني كذلك يعني خرجت من عنده بعض الرجل، هذا هو الوليد اللي عندها، هو دار وليدات في جهه واحده اخرى الله يسخر. هي بقات ذاك الرعايه تحت يعني كما كنقولوا الكبده، لا بدا الانسان كيبقى. ايوا هي كانت في الباديه صراحه، في ذاك موسم الزيت وراه كتعرف شي بركه تما، خرجوا تما. ومن بعد ما ساقوا الخبر، حنا في عين عائشه ضواحي تاونات، ومن بعد صافي ملي ساقوا الخبر جابوه، جابوا الاب ديالو من حقه، يعني دار هذا المجهود الله يجازيه بخير حتى هو بحكم الكبده وداك الشيء. غير هو موضوع اللي هو خرج بالتصريح عند هاد الجريده صراحه ديال شوف طيفي، كان شويه موضوع حساس في بعض المواضيع تقالوا من عنده هو مثلا، او بعد وكذلك القناه ديال جميع المغاربه، قناه بطبيعه الحال كنوجه لها التحيه والاحترام. هذه القناه هذه راه كتدخل يعني 24 ساعه على 24 ساعه متبعين معها، قناه يعني كما كتدخل بعد المشقات ديال الجرائم كما بغوا يكونوا في بعد هذا، وقناه ديال التحدي، وقناه صراحه اللي واحد 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 العدد الاشياء اللي عندنا دايره في البلد ما بينهمش قنوات اخرين ببساطه هكا كما كنقولوا، حتى جات هذه القناه صراحه، وكنوجه لها التحيه والاحترام اللي كيشرف عليها كامل على هذه القناه هذه. غير هو الطلب الموضوع ماشي محمد بالعافيه، ولكن محمدات بزاف وبالعافيه بزاف، باش تطلع انسان مثلا هكا وتطيح في جريمه وفي قلب يعني في مده ديال سنه ما ظهرش، يعني جريمه وقعت هي حنا غنقول، ولكن ما يكونش الانسان عنده خبر. معنا دابا حنا في الشارع راه حنا دايرين غير السجواب، راه عارفين الناس شنو كان دايزين، الا جريمه قتل الله يا ودي الانسان، الا باع شي حاجه في خروف دار شي حاجه كيسوقوا له الخبر فلان عيد، اما جريمه قتل ترحله. هذا هو الموضوع المهم، انه سيطع الناظور دارت هضره، قالوا كان في المحطه شي حاجه مشاكل، يعني واش كانت عنده مشكل ديال شي حد، واش يعني شي حسابات مع شي حد، واش نقدر نقول لك هو من ناحيه الحسابات هو خصك تشوف يعني على حساب التصاور اللي عنده، انه محمد كل تصويره كتبان له على حسب اللبس، كاينين عنده دابا مثلا التصوير اللي عندنا ديال الجنيد يشوفوها الاخوان، بلا ما نبينوا التصاور ديال الجنيد خليوها هادي، شد هادي عندك، ان هادي ديال الجنيد هي المهمه باش يكون الراجل في قلب الجنيد ويجيو بشي بصفه واحده اخرى، ان غير داك كورونا من بعد فاش جات كورونا وقفوه من الجنيد وجا، حنا كنا منتظرين ان هاد الجنيد، علاش شنو كنا دايرين الجنيد؟ دايرينو مفتاح خير عليه باش يتجمعوا الدوله شويه، وبالفعل جمعات وجا في واحد المستوى واحد اخر، وجا بواحد الطريقه واحده اخرى، لكن يعني هذا بحكم يعني مواطن وفي نفس الوقت يعني دوز هاد المرحله هذه ودوز الجنيد ودوز واحد المسائل ويمشي يعني موراها ضحيه مبتفوره ما يسوقوا لها حد الخبر كيفاش وكيفاش جات بقتل، يعني ما عندوش هو اصلا هيكل يعني واحد الهيكل ولا واحد الفورم ولا واحد المجرم اللي غيقدر يجي واحد اخر يضربه بشي طريقه هكا، نعم. ما عندوش هو اصلا. دابا هنا علامه استفهام تطرح حول ما وقع، هذا هو الموضوع. شنو اللي توجه للمسؤولين دابا؟ المسؤولين ماشي على بالعافيون فقط كما قلت لك وسمحتي يا خويا منصف من قبل، المسؤولين خص يعني يردوا نداء. انا والله العظيم فلما كنطلق عيني بعض المرات الشوارع يعني ديال البلاد ديالنا الا كنتاسف وكنتازم اكثر ما نكون غادي شي بلاصه فرحان ليها، انا اصلا كندير داك الشيء ديال الحفلات ربما في التعاليق ولا في الاخوه اللي غادي يشوفوا هاد يعني هاد البث المباشر ان شاء الله غادي يعرفوا انه الشحيمي انه شنو الدور ديالو، كان مول حفلات فولكلوري مثلا، كان ديما كنتقاسموا الفرحه مع واحد العدد الناس، جمهور عريض الحمد لله على الصعيد المغربي وعلى الصعيد التاوناتي اصلا التازي معروف، ولكن احيانا
كنكونوا ملي كنكونوا غاديين بعض المره كنساو كنفورماطيو المشاكل ديالنا في هذا الدومين هذا. فلما كندخلوا للمدينه ولا كنسوقوا لبعض الاخبار كيجينا مثلا في بلادنا اللي هي قبل يعني اصلا قبل بلاد يعني الاطمئنان والامن وهذا، ويوقعوا جرائم وتشوف دابا الانسان غادي كيتشرع في الشارع شحال واحد كتلقاه دابا مثلا يعني يحاولوا ما امكن يجمعونا الشارع ويبحثوا على الانسان من هو، راه انسان في حد ذاته. فلما الناس وصلت الحقوق الحيوان وعطاوها واحد البصمه كبيره، فليكون الحيوان متبعين معاه كيفاش جاي، وحنا مازالين حايرين في هذا الجانب هذا. فربما كنطلب من الله تعالى وتبارك ومن هاد المسؤولين ومن يعني كلهم اللي كيشرفوا على هاد البلاد هذا، وهذه الرساله تكون موصوله للناس اللي هي كل واحد عنده واحد المسؤوليه في الرقبه ديالو، كما كنقولوا كما قال الله تعالى تبارك كل انسان الزمنا له طيرا في عنقه ونخرجه لهم يوم القيامه كتابا منشورا. نتمنوا من الله تعالى وتبارك يعني يوصلوا لهذا الحل لهذا الموضوع هذا، ونشوفوا يعني من هو القاتل يعني او من هو الانسان اللي وصل يعني لهذا البلاد واش وصلت لهذا الجرائم البشعه. وكنتمنوا من الله تعالى وتبارك يكفي شر ما فات ويستر الباقي، وهذا الشيء اللي كاين وهذه الام الله يصبرها، وحنا كاملين حسينا بالنقص ديالو، لكن بالنسبه ليها كولد واحد وكبده وهذا عندها فراغ كبير من الجهه ديالو، وربي يعوض. شكرا جزيلا. تصريح بطبيعه الحال المؤثر ديال الخال ديال محمد اكيد، وهي القناه ديال الشعب وكتنقل الحقيقه وعلى المباشر بطبيعه الحال بدون مقص بطبيعه الحال. نتمنوا صدق الرساله ديالكم توصل ديال محمد اكيد للسلطات الامنيه على مستوى الناظور، غيديروا الدور اللي عليهم. شكرا متابعينا الكرام. غنرجعوا لعند الام وعند الجده، اخر كلمه الام يعني غتقولها لكم. نتمنى على انكم تفعلوا مع هذا اللايف تبارطاجيو له ثاني تاخذي الاعجاز. اخر كلمه قبل ما نقطعوا هذا البث المباشر. جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله الحكومة، جزاكم الله، عاش محمد السادس، الله يطول عمركم في طاعة الله، الله يطول عمركم. وقفوا معايا وقفوا معايا، محمد السادس، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. وقفوا معايا نشوف المجرم اللي ضيعني في الكبدة ديالي، وقفوا معايا لله لوجه الله، وقفوا معايا وجزاكم الله خيرا، جزاكم الله. معك لاله، حنا غنبقاو متبعين معك الحاجة، شي دعوه لله وشي رساله اللي توجهها قبل ما نقطعوا هذا اللايف. والدينا وليدي الله يعطيكم الستر الله، وكنطلبوا الله يبين الحق. امين. كنطلبوا الحبيب ربي والحكومه والملك وهداك يبينوا الحق اللي ثابته ديال الله ماشي ديال العبد. نعم. نعم. احنا كنقولوا غير الكلمه اللي سامعين وشايفين وحاضرين عليها، وهذا الشيء وليدي راه ما كاينش فيه الكذب ولا كان فيه التحويض، واللي خوض وليدي وكيخوض دعينه للحق سبحانه يحكم عليه. اللهم تعالى سيدي ربي يزيد فرحتكم ويزيد في ايامكم ويعلي اعلامكم مراكو قدامكم عند سيدي ربي. شكرا الله يحيي الملك ويحيي. شكرا الحاج، الله يطول في عمرك الحاج ويخليك بركه. اكيد متابعينا هذه القضيه ديالنا الان، ماشي القضيه فقط ديال هذه الاسره، غنبقاو متابعين كل كبيره وصغيره بخصوص هذا الملف. الرقم ديالنا هو عندكم، اي حاجه تواصلوا معنا، اي مستجد احنا معكم ان شاء الله باذن الله لايصال الصوت ديال المواطن، وهي قناه الشعب قولا وفعلا وليس فقط مجرد شعارات. شكرا متابعينا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يحفظك الحاجه، الله يطول في عمرك لاله، الله يبارك فيك، اللهم امين الحاجه.